نشر حقائق مذهلة حول الثقوب السوداء. تخيل معنا مادة متجمعة بكثافة كبيرة لدرجة أنه لا يستطيع أي شيء الهرب منها، لا أقمار ولا كواكب ولا حتى الضوء. بقعة يكون سحب الجاذبية فيها هائلا بحيث تهدد أي شيء قد يشرد بالقرب منها عن طريق الخطأ. تلك هي الثقوب السوداء. تعالوا نتعرف سويا بعض الأمور المثيرة عنها. أولا، لا يمكنك رؤية الثقب الأسود مباشرة، وذلك لأن هذه الثقوب هي بالفعل سوداء ولا يمكن للضوء الهرب منها، فمن المستحيل لنا استشعار الثقب الأسود مباشرة من خلال أدواتنا مهما كان نوع الإشعاع الذي نستخدمه. لذلك يرصد الثقب الأسود من خلال مراقبة آثاره على البيئة المجاورة، أي عندما يقترب نجم من ثقب أسود يشفط الثقب النجم ويمزقه لأشلاء، وتبدأ مادة النجم بالاتجاه نحو الثقب وتزداد سرعتها وترتفع حرارتها وتصدر الأشعة السينية. ثانيا، من المحتمل كثيرا أن مجرتنا درب التبانة تحوي ثقبا أسود، لكننا بعيدون بما يكفي عن هذا الوحش، فالأرض تتوضع في نقطة على ثلثي المسافة من مركز المجرة وباتجاه الخارج، ولكن يمكننا مراقبة آثاره عن بعد، حيث تقول وكالة الفضاء الأوروبية أن هذا الثقب أثقل من الشمس بأربعة ملايين مرة ومحاط بالغاز الساخن. ثالثا، تتشكل الثقوب السوداء النجمية من النجوم المحتضرة. عندما ينفد الوقود من النجوم الثقيلة العملاقة تتغلب الجاذبية على قوة الإشعاع الطبيعية التي تساعد النجم في المحافظة على شكله مستقرا. هذه الجاذبية العنيفة تسحق نواة النجم عندما تتوقف التفاعلات النووية، أما الطبقات الأخرى تنقذف في الفضاء المحيط، وتدعى هذه الظاهرة بالسوبرنوفا أو المستعر الفائق. أما بالنسبة للنواة المتبقية فهي تنهار لتشكل المتفرد المركزي، وهو بقعة ذات كثافة لا متناهية وبلا حجم تقريبا، وهكذا يتشكل الثقب الأسود. رابعا، هناك أحجام متنوعة للثقوب السوداء. حسب ناسا فهناك على الأقل ثلاثة أنواع من الثقوب السوداء، ابتداء من الأحجام الصغيرة جدا وانتهاء بالثقوب العملاقة التي تهيمن على مركز المجرة. أصغر أنواع الثقوب السوداء هي الثقوب البدائية primordial التي يتراوح حجمها بين حجم الذرة وحتى حجم الجبل. أما الثقوب النجمية stellar فهي الأكثر شيوعا، حيث يصل حجمها إلى 20 ضعف حجم الشمس. لدينا أيضا الثقوب السوداء العملاقة الموجودة في مراكز المجرات والتي تدعى بالثقوب السوداء فائقة الكتلة، وهي أثقل من الشمس بمليون مرة. خامسا، الزمن يتصرف بشكل غريب حول الثقوب السوداء. يؤدي الثقب الأسود إلى انحناء الزمان والمكان بدرجة تؤدي إلى تباطؤ مرور الزمن لدى شخص داخل الثقب الأسود، ولكن الزمن ينقضي بمعدله الطبيعي من وجهة نظر الشخص ذاته، ويمر الزمن بشكل أسرع لدى شخص يقف خارج الثقب الأسود. سادساً، لم تكتشف الثقوب السوداء إلا بعد استخدام الأشعة السينية في الرصد الفلكي. اكتشف نجم الدجاجة X1 أو سيجنس X1 لأول مرة في إحدى رحلات المنطاد في ستينيات القرن الماضي، ولكن لم يعرف بأنه ثقب أسود إلا بعد مرور عقد من الزمن. وتبعا لوكالة ناسا الفضائية فهذا الثقب أثقل من الشمس بعشر مرات، ويتواجد بقربه نجم أزرق اللون أثقل من الشمس بحوالي 20 مرة، وتتسرب المادة من هذا النجم إلى الثقب الأسود مؤدية إلى انبعاثات الأشعة السينية. سابعا، إن أقرب ثقب أسود إلينا يبعد أكثر من 20,000 سنة ضوئية،
إن ثنائي الثقب الأسود المسمى V4641 ساجيتاري أو الرومات جمع رامي هو أقرب ثقب أسود من أرضنا، لكن اطمئنوا فذلك ليس بقرب يهدد الأرض. ثامناً، لسنا متأكدين من وجود الثقوب الدودية. اهتمت مواضيع الخيال العلمي بما يمكن أن يحدث إذا سقط أحدهم في ثقب أسود. يعتقد البعض أن هذه الثقوب هي نوع من الثقوب الدودية التي تقود إلى بعد آخر من الكون، مما يجعل السفر بسرعة تتجاوز سرعة الضوء أمرا ممكنا. ولكن وكما تشير مجلة سميثسونيان ماجازين، فكل شيء ممكن، ولا يزال لدينا الكثير لنتعرف عليه في علم الفيزياء. تاسعا، لا تصبح الثقوب السوداء خطيرة إلا عند الاقتراب منها أكثر مما يجب. لا بأس من أن تراقب الثقوب السوداء طالما بقيت بعيدا عن أفق حدثها Event Horizon، ويمكن تشبيه هذه المسافة بحقول الجاذبية للكوكب، حيث يعد الاقتراب من هذا المجال منطقة لا عودة. ولكن يمكن مراقبة الثقب الأسود بشكل آمن من خارج هذه المنطقة، مما يعني أن من المستحيل للثقب الأسود على الأرجح ابتلاع كل شيء في الكون. عاشرا وأخيرا، الثقوب السوداء تشكل مادة مثيرة ومشوقة لأفلام الخيال العلمي، كما أنها مادة غنية جدا بالإثارة لعشاق العلم والفضاء، ومن المؤكد أن لدينا الكثير من الأمور لنكتشفها عنها. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد.